وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب الصحفي جاسم الشموري. أهلا بك في نشرة الأخبار. طبعا لا شك في أن لدولة الكويت دور سياسي ودبلوماسي واضح في محيطها الإقليمي والدولي. لو تحدثنا أكثر بخصوص ذلك. حياة الله وكل عام والجميع بخير، ودام الله الأفراح يعني في بلادنا الجميلة بإذن الله. يعني الدور السياسي حقيقة الكويت بدأ يعني مبكرا، يعني حتى قبل إعلان الدولة الحديثة كان للشيخ مبارك الصباح غفر الله له يعني دور كبير في دورة الصراع في المنطقة، تحديد صعود واندثار الإمارات والمشيخات المحيطة بمدينة الكويت. يعني هنتكلم عن بدايات القرن العشرين. هذا الامتداد حقيقة السياسي للكويت ربما كان هو الإرث اللي سار عليه حكام الكويت لاحقا بعد استقلال الدولة. اختاروا تأسيس يعني مسار يقوم على لعب دور الوسيط في النزاعات الناشئة في الإقليم ومحيطه من جهة، ومن جهة أخرى استخدام يعني جزء من العوائد والفوائض المالية المتحققة لتحقيق تنمية، باعتبار أن يعني من ضمن الفلسفة الكويتية أن تحقيق التنمية يؤدي دوما إلى الاستقرار. نعم. الانطلاق الحقيقي من الكويت الحديثة في التأثير على مسار الأحداث يعني كان في تبني عدد من 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 الشيوخ النهج العروبي والقومي في منتصف الخمسينيات. يعني هذا بلور دور واضح في مساعدة حركات التحرر الوطني والدول العربية على نيل استقلالها من خلال الدعم المستمر لها، وأيضا يعني كان قيام بوساطات واضحة لمعالجة الاختلافات أو الخلافات الناشبة بين الأطراف. يعني على سبيل المثال نستذكر أن الكويت كانت الحاضنة لانطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية. أيضا دور الوسيط اللي لعبته الكويت في كثير من القضايا كان من أهم خطوات حقيقة سياسة الكويت الخارجية. نعم. يعني كانت أول تجربة للكويت للقيام بدور وسيط حدثت في منتصف الستينيات بين مصر والسعودية لحل الصراع في بين الدولتين في اليمن. استضافت الكويت في الستينيات أيضا اجتماعات بين الأطراف المصرية والسعودية واليمنية. الكويت حلت سعت إلى حل النزاع بين باكستان وبنغلاديش. الكويت شاركت في جهود يعني تسوية الصراع بين النظام الأردني ومنظمة التحرير في أيلول الأسود. الكويت سعت إلى حل النزاع بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي في 72. يعني هاي كلها حاجة مراحل تاريخية نستذكر من نعم. أن دور الكويت السياسي كان واضح في المنطقة من خلال كما قلت من خلال لعب دور الوسيط المحايد، ولأنها كانت حقيقة يعني تتمتع بهذا الحياد. نعم. إذن من الكويت الكاتب الصحفي جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا.